وإياك ثم إياك ثم إياك من التوجه بالدعاء إلى أصحاب القبور، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، فإنه لا يدعى، وإنما يحب أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين، لكن لا ندعوه ولا نستغيث به ولا نلجأ إليه ولا نتوجه إليه ولا نسأله قضاء الحاجات ولا كشف الكروبات ولا إزالة الملمات، بل نسلم عليه ثم ننصرف، لا نزيد على ذلك. هذا هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما دعاء القبور ودعاء أصحاب القبور وسؤالهم ما لا يسأل إلا من الله، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أنزل الله الكتب ومن أجله أرسل الله الرسل. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله وحده لا شريك له. إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فعلينا أن نخلص العمل لله وحده، نتوجه إلى الله وحده لا شريك له بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.